اهلا اهلا اهلا. الاسعار الاسعار لازم تتظبط الاسعار. فخامه الرئيس وجه بضبط الاسعار، السيطره تحديدا على الاسعار. وزير التنميه المحليه معالي الوزير اجتمع بالمحافظين لتنفيذ التوجيهات الرئاسيه. معانا على التليفون سياده اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك، ازاي الصحه؟ كله تمام الحمد لله. في الاجتماع النهاردة اللي حصل مع معالي وزير التنمية المحلية، ايه اللي تم فيه وايه الآلية اللي هيتبعها سيادة اللواء جمال في محافظته؟ هو طبعا زي ما حضرتك قلت كان ضبط المنظومة الأسعار والسيطرة عليها. الجزء ده جزء أساسي دلوقتي لتوجيهات الدولة حقيقة، بيبقى متوفر بالتنسيق مع كل جهات الدولة في إقامة منشآت أو مجمعات للسلع، وخصوصا الخضار والفاكهة واللحوم والطعام بصفة عامة، والسلع الرئيسية زي الزيت والسمن والسكر وخلافه. حقيقة بالتنسيق مع وزارة التموين من إقامة مجمعات متعددة، سواء منافس ثابتة أو متحركة، سواء لدلتا ماركت أو لوزارة التموين ذاتها. أقمنا عدة منافس مجمعة أيضا مع المنطقة العسكرية الشمالية. الحقيقة عندنا أكثر من منفذ في أكثر من مركز للمنطقة الشمالية، بتتيح للمواطن السلع اليومية الخاصة به بأسعار قد تصل إلى أقل من 30%. المنافذ دي ابتديناها فعليا في فترة رمضان، واستمرت في الأعياد، واستمرت حاليا ببعض المناطق وبقت منافذ ثابتة. دي بتتيح للمواطن السلعة وأيضا بسعر أفضل واجود والامداد اكثر استمرار. طيب ده اللي بدا يا فندم، ده اللي حضراتكم عملتوه بالفعل، لكن اللي جاي هيبقى ايه؟ اللي جاي ان احنا هنكتر المنافس دي وهنخليها بالقرب من المستهلك، وخاصه نصل الى منافس متحركه او ثابته، مش فقط في عواصم المراكز، لا في القرى، وخاصة الأماكن اللي بتبقى ليها امتدادات جغرافية أو على بعد كبير من عاصمة المركز. أيضا المواطن اتعود على تلك المواقع وابتدى فعليا يستوعب ويشتري طالما هي بتوفر له السلعة أجود وبسعر أرخص. طيب هو أنا متذكر كويس كلام الرئيس في وقت زيارته لمشروع مستقبل مصر، هو اتكلم على انه في مدن داخل محافظاتنا بيبقى فيها اراضي في وسط الكتل السكانيه، وانه عايزين نستغل هذه الاراضي الفضاء طالما انها ما عليهاش اي اشغال، في ان احنا نقدر نعمل بيها او نعمل فيها منافذ لبيع البضاعه، بحيث انه يبقى سعرها منضبط، حتى لو كانت هذه الاراضي مملوكه لمواطنين فهنبحث معاهم امكانيه استغلالها او ايجارها الى اخره، وانه ده بيبقى بشكل مؤقت الى ان تنقشع هذه الازمه. هل هنعمل ده برضه في كفر الشيخ يا فندم ولا لا؟ هو الحمد لله ان احنا فعليا التوجه ده اللي كان الدوله واخداه من ايام رمضان، فعليا بعض الاراضي سواء ملكيه اجهزه الدوله سواء محافظه او ولايات وزارات اخرى او ملكيه خاصه، بيتم التعاقد مع المواطن باستغلال مسطح الارض طالما المنطقه الجغرافيه دي محتاجه اقامه منطقه. صحيح. اذا ما كانش موجود اراضي فالحقيقه بيتم التوجه منافذ متحركه بحيث انها بتحدد لها جدول زمني وقفه في المنطقه دي بالتوقيت الفلاني المثالي في المنطقه الفلانيه. المواطن بيعتاد تلك المواقع وبيعتاد التوقيتات بتاعتها طالما معلنه. عظيم. وبالتالي بنوفر له السلعه في اقرب منطقه جغرافيه لسكنه وبسعر واستمرار في العرض المستمر في تلك المواقع.
طيب الحقيقه المواقع دي شافت اقبال المواطن سواء رمضان او الاعياد ومستمر حتى الان، واحنا منتهجين القصه زي ما حضرتك بتقول كان من العيد للعيد، لكن باذن الله لو نجحت في بعض الاماكن هنخليها منافذ دائمه او شبه دائمه باذن الله. طب سياده المحافظ برضو في حضرتك عارف المساله بتاعت انه هناك بعض التجار للاسف الشديد يصيبهم الجشع، وانا كنت حتى بتكلم في اول حلقه قلت انه الامر ما بيسلمش، تلاقي الفكهاني اللي على اول الشارع بتاع الخضار اللي على الناصيه، البقال اللي تحت البيت وما الى ذلك، شيطانه بيوزه. احنا هتبقى اليه الرقابه على النوع ده من التجار ايه؟ وانا برضو كنت بقول المحافظين قد تكون اجندتهم مزدحمة بالعمل على مدار اليوم، لكن هناك النواب والمساعدين ورؤساء الاحياء وما الى ذلك. هل سوف يوجه سيادة اللواء جمال نور الدين كل الاخ يوسف بيقولهم دول على المرور يعني او الضبط الى اخره؟ لا، هي برضو اوضح لحضرتك انها بقت آلية عمل دائمة دلوقتي. حلو. الأجهزة المكلفة برقابة الأسواق والأسعار واكتشاف أي تجاوز في أي سلع أو نقص محتمل، الأجهزة دي ميزتها انها بتنزل على من ما بين صحة وطب بيطري وتموين وخلافه، انها اي سلعه مجهوله المنشا او منتهيه الصلاحيه او غير صالحه او فيها حجب لبعض السلع، الحجب يعني تم بالفعل ان يحجب السلع عشان يقدر يتلاعب في سعرها او خلافه، الحقيقه احنا بنعتمد على الرقابه الاجهزه التنفيذيه وايضا على الرقابه الشعبيه، ان المواطنين احنا متاحين لهم فرص لان هو يقدر يبلغنا باي مخالفه او اي تجاوز او اي حجب للسلعه عن طريق اجهزه التليفون في العمليات او اجهزه الموبايل او الانترنت، فبنتبلغ. والحقيقه نتائج الرقابه الشعبيه واضحه جدا، لأنه بناخد بعض المكالمات بتبقى جزء منها كيدي، لكن الأغلب الأعم بتبقى فعليا كاشفة لنقاط تقصير أو نقاط الاستغلال لبعض التجار. أنا ما أقدرش أقول إن كل التجار، لكن في جزء طبعا بيستغل بيستغل الوقت وبيستغل إن في سلع عليها إقبال ما أو بيتم حجبها أو استغلال بأن في سلع بتنزل في الأسواق منتهية الصلاحية أو خلافه. كويس، لكن معلش أنا بطول، لكن وارد أصل تبقى برضه حلوة يا فندم وبتبقى رادعة لما فجأة التاجر يلاقي قدامه سيادة المحافظ. تاجر حاطط الحاجة وحاطط عليها سعر مش ولا بد، يعني أنا هشبه لحضرتك لما مرة الرئيس كان في الشارع وقف قدام مخبز وسأل الراجل، كان شاب وقتها، قال له انت بتبيع الرغيف الحر بكام؟ قال له بخمسين قرش. قال له ازاي اذا كان هو تكلفته 65؟ فالشاب وقتها اتبرجل يعني بصراحة. فهي بتبقى لطيفة يا فندم، واحنا كمواطنين بنطمن، يعني انا النهاردة لو من ابناء محافظة كفر الشيخ ابقى مطمن لما اعرف انه ده النهاردة المحافظ نزل وشاف المحل ده والشارع ده والمنطقة دي ووجه بضرورة عمل المحاضر اللازمة ليهم، كل على حسب الجهاز المعني بيه. بتبقى لطيفة ورادعة. هو فعليا في نظام العمل اليومي للسادة المحافظين التوجيه التواجد في الأسواق، وبيبقى زي ما حضرتك بتقول كده رسالة اطمئنان للمواطن طبعا ان السلع متوفرة وقيمتها تحت الرقابة ومفيش مبرر طالما السلعة اصلا جاية بسعر وقدرناها سعر، لأن السلع بتبقى مشترى بفواتير صح، فالقيمة الربحية معتادة. لو هو فعليا في السلعة اللي اشتراها التاجر حصل فيها غلو وبالتالي يبقى مبرر ان يبقى فيه هامش ربح، لكن الأغلب الأعم هو منهج يومي للمحافظين ان لازم يبقى فيه مرور على المنتجات الغذائية وأماكن عرضها ومراقبة السلع والتداول اليومي ليها،
وفي نفس التوقيت رسالة تحذير لكل تاجر هيخالف أو هيحجب سلعة. الله ينور، صح 100%. أنا بشكرك جدا سيادة اللواء، كل الشكر سيادة اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.